كرة السلة في نادي الزمالك جابت عمالقة كتير ونجوم كتبوا تاريخ بحروف من ذهب، وهيفضلوا أساطير ورموز للعبة العمالقة على مر العصور. واحد من الأساطير دول هو كابتن حسنين عمران، نجم سلة الزمالك السابق ورئيس الاتحادين المصري والعربي لكرة السلة الأسبق، واللي استحق أن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. كابتن حسنين عمران اللي كان وما زال واحد من نجوم لعبة العمالقة، لاعب ومدرب ورئيس للاتحاد كمان، علشان كده هو رمز من رموز كرة السلة الزملكاوية والمصرية والعربية كمان. بطل قصتنا اللي كان شاهد على إنجازات كرة السلة الزملكاوية في الخمسينات والستينات مع الأسطورة الراحل عادل أشرف، واللي احتكروا كل البطولات المحلية ودوري القاهرة، ده غير المشاركة في البطولات العربية، وكمان شارك مع عمالقة ميت عقبة في بطولة أوروبا. كابتن حسنين لحق كمان جيل الأساطير في بداية السبعينات، واللي كان بيضم أبرزهم الأسطورة إسماعيل سليم وفاروق بغدادي وطلعت جنيدي، وحقق معاهم إنجازات وبطولات. وزي ما كان لاعب موهوب، كابتن حسنين كان مدرب عبقري وكمل المشوار في التدريب بعد الاعتزال، وقاد فريق سلة الزمالك في الثمانينات للمشاركة في بطولة أوروبا وتحقيق بطولات وألقاب كتير، ده غير تدريب منتخب مصر. كابتن حسنين تولى كمان رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة من سنة 1988 لحد سنة 1996، ورئاسة الاتحاد العربي كمان من سنة 1991 لحد 2001، ده غير رئاسة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة. تاريخ كبير من الإنجازات والبطولات في كرة السلة كلاعب ومدرب، ومشوار عظيم في العمل الإداري سطر بيه كابتن حسنين عمران اسمه بحروف من ذهب ضمن عظماء وأساطير لعبة العمالقة، علشان يكون بطل من أبطال القصص التاريخية في ألعاب الصالات داخل قلعة البطولات.